احترام ممر الراجلين احترام للحياة. السرعة غرارة، شحال من واحد غراتو وصبح في عداد اللي زربو ماتو. السرعة قتالة، واللي ما قتلاتو عطباتو. تجاوز حدود السرعة هو خرق القانون. من أجل سلامتكم، أعوان الدرك الملكي والأمن الوطني غيكتفوا هاد الصيف الرصد والمراقبة، واللي تجاوز الحدود تعرض للمعاقبة من 300 حتى 5000 درهم مع خصم 2 حتى 6 نقاط من رخصة السياقة أو سحبها لمدة قد تصل إلى 6 شهور، وتقدر تجاوزها على حسب ظروف ونوعية المخالفة. السلامة الطرقية، التزام، شراكة، مسؤولية. سيداتي سادتي، مرحبا بكم في خطوطنا. قبل ما تبدأ الرحلة ديالكم ومن أجل سلامتكم، المرجو تبعوا التعليمات التالية. ربطوا حزام السلامة وخليه مربوط طيلة الرحلة حتى التوقف التام. اليوم صباح ضروري تجهيز الحافلات من جميع الأصناف بأحزمة السلامة للركاب. المرجو ربط أحزمتكم طيلة الرحلة. ودير الحالة وما شتيش الحالة اللي ديرتها في الطريق، ما حشمتيش. وانا عادي بك كتشوف شي حاجة في الدوار ما فالت لك. كيفاش بغيتيني نشوف التصايق بهيمة في الظلام؟ أما عيش بهيمة، راه عاود. أنت علاش كتعاود؟ معرض نفسك أنت والناس للخطر، عم درم لا ضو لا والو، راه قانون السير كيطبق عليك حتى أنت، راه خص تخرج في حقك غرامة. وقتلني ونغرم عليك. الغرامة هي الخطية يا مخلوق. إوا شنو المعمول درك؟ ركب زجاج سبيسيال، تعيش مرتاح البال وتسافر في أمان وتعود تتبان. تجهيز العربات المجرورة والآليات الفلاحية بأشرطة عاكسة للضوء كيجعلك كتشاف الطريق على مسافة بعيدة وخاصة بالليل، وكيضمن سلامتك وسلامة غيرك.